يمر الوقت ما يقدر يغير. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا أرحب بحضراتكم ليتجدد الترحيب، ليتجدد اللقاء في سن اللقايا وفي معارك اللقايا في هذا المساء على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز، لسباقات الهجن من هذا الكرنفال، من هذا العرس التراثي، من مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. طيب الله ثراه، شوط ينتهي وشوط يبدأ، شوط تلو شوط، هكذا هي الأشواط المتواصلة، هكذا هي الأشواط المتتالية، شوط يليه الآخر، حيث أعلنت انطلاقة هذا الشوط، الشوط السادس عشر والخاص بفئة القعدان اللقاية، مسافة 5 كيلومترات لتنطلق هذه الأسماء، لتنطلق هذه الشعارات التي تبحث عن الفوز. انطلقت الدعوات، انطلقت الأمنيات، انطلقت الطموحات من الملاك والمضمرين العمالقة. مقدمة الشوط والمركز الأول بداية مع الموج العالي، هنالك يتقدم الموج، عوض بن عوض بن عوض العصيمي يقدم لنا الموج، وهنالك آمال أبناء الطائف متعلقة بعنق هذا البطل. النقلة والدور إلى المركز الثاني، أتابع القدوم في هذه اللحظات، الوصول هنالك غزيلان فهد بن فاهد أبو ربعه الحربي يقدم لنا غزيلان المركز الثالث. هنالك الوصول، وصل شعار حمد بن محمد بن علي البريدي المري يتقدم على المركز الثالث، بينما النقل إلى المركز الرابع. أتابع القدوم، أتابع الوصول في هذه اللحظات، وصل غريب سعد بن حمد بن فهيد آل فهيده المري يقدم لنا غريب المركز الخامس. وصل الفهد تركي بن نايف بن صالح بن حمد المغيري يقدم ويدفع بالفهد. هكذا إذن متابعينا الكرام، هم الخمس الفايف ستار، هم الخمس النجوم، هو الخمس العمالقة، وما وراء هؤلاء الخمس ياهي من أسماء، أسماء وشعارات صالت وجالت في مختلف الميادين. العودة إلى بداية الركب، العودة إلى الصدارة. هنالك يتقدم بوربعة على الصدارة والمركز الأول، غزيلان فهد بن فاهد بوربعة الحربية ينطلق، بدأ يندفع الآن، بدأت الآن ترتفع وتيرة المنافسة لينطلق هذا البطل، ليحدد هذا المسار. غزيلان والانطلاق الجميل، غزيلان والانطلاق المميز، بينما المركز الثاني هنا ذلك الموج، الموج وشعار العصيمي بدأ يقترب. عواض بن عواض بن عواض العصيمي يقدم لنا الموج على المركز الثاني والمركز الثالث. أتابع وصل شعار المغيري يقدم لنا هنالك بالانطلاق بالحضور في هذه اللحظات، كذلك وصل جبار محسن بن محمد بن محسن آل فطيح اليوم يقدم لنا جبار على المركز الخامس. ولكن العودة، العودة إلى هذا الانطلاق الجميل، غزيلان يا أبو ربعة، غزيلان من يحلق، غزيلان من يسيطر على مجريات الأمور، يندفع باندفاعه، ينطلق بانطلاقه الكبير بشعار بوربعة. فهد يا فهد، هنالك ينطلق كالفهد، يندفع
على الصدارة والمركز الأول بالانطلاق الجميل. شعار بو ربعة يندفع. بدأ الآن ينفرد وبدأ العد التنازلي. بدأ بالانطلاق بو ربعة والكيلو متر الأخير. الكيلو الخطير، الكيلو المثير، دقة الأجراس وبو ربعه مسيطر. دقة الأجراس وبو ربعه يحلق في أجواء هذا الميدان، يحلق وحيدا ينفرد بينما درب على المركز الثاني شعار بن ذروة. ولكن بو ربعه راح خلاص. الشوط شوط غزيلان، النوماس غزيلان. مشكور يا فهد بن فهد أبو ربعه الحربية، طار وحلق ليخطف نوماس هذا الشوط بالانطلاق الكبير بالانطلاق الجميل. غزيلان بدأ يندفع باندفاعه الكبير لينفرد عن بقية المشاركين، معلنا هذا الفوز، معلنا هذا الانتصار. مشكور بو ربعه، مشكور يا غزيلان على هذا الأداء الكبير، أداء الكبار، عرض العمالقة. إن لم يكن للأسماء رأي آخر. وصل العيدهي قادم. بدأ يقلص الفارق. بو ربعة مسيطر. ولكن العيدهي رامس بن محمد العامري. ولكن بو ربعة والعامري وبو ربعة معركة آخر الأمتار. ولكن العيدهي مشكور على هذا الأداء الكبير والأداء المميز. المركز الثاني وصل هنالك شعار بو ربعة مع غزيلان فهد بن فهد بو ربعة الحربي. المركز الثالث إذن تهانينا والنماس وألف مبروك لمالكي هذا البطل وهذا النجم. بالفعل العيدهي من أتى مع آخر الأمتار مختطفا النوماس. توقيت العيدهي لحظة وصول إلى خط النهاية هنالك في هذه اللحظات. سبع دقائق 49 ثانية، 78 جزء من الثانية. ثانيا حلق زيلان بشعار بو ربعة. سبع دقائق 50 ثانية، 46 جزء من الثانية. ثالثا وصل درب شعار بن ذروة. توقيت سبع دقائق 51 ثانية، 27 جزء من الثانية. المركز الرابع وصل الفهد على المركز الرابع بشعار المغيري. وخامسا وصل في هذه اللحظات المهند بشعار سلمان بن مسلم الرواضين العطوي هلا على المركز الخامس. إذا تهانينا والنماس وألف مبروك لمالكي هذا البطل ليخطف النماس والانتصار. شوط القادم بصوت الزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم.